بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الرابع في مقرر المحاسبة والمراجعة الدولية كود 434، وحنكمل مثال 3 متعلق بعقود التراخيص الدولية، اللي بيقول مثال في 1/7/2013. هناخد البيانات بتاعتنا 1/7/2013. حصلت الشركة المصرية لصناعة السيارات على عقد ترخيص من شركة نيسان اليابانية باستخدام تكنولوجيا تصنيع السيارة صني في مصر لمدة 5 سنوات. يبقى مدة العقد 5 سنوات. طيب، نظير دفع إيتاوة مبلغ 60 مليون تسدد على أقساط. يبقى نهوت الإيتاوة 60 مليون دولار تسدد على 3 أقساط سنوية متساوية. 3 أقساط سنوية متساوية، طبعا ممكن تكون غير متساوية. طيب، وقد قامت الشركة المصرية بسداد القسط الأول في تاريخه بعد خصم ضريبة الدخل 30%. يبقى هو الضريبة 30%، سددنا القسط الأول في 1/7. هذا بالإضافة إلى تكاليف برنامج تدريبي قام به خبراء يابانيين للمهندسين المصريين تحت رعاية المعهد المصري لتكنولوجيا السيارات بلغت 3 مليون دولار، سدد بشيك بعد خصم 10% ضريبة من المنبع. سعر الصرف الفوري في تاريخ السداد 5.85. خلي بالك، يبقى انه زائد برنامج تدريبي 3 مليون دولار، هيتسدد طبعا مع القسط الاولاني. الضريبة اللي مفروض عليه هنا 10% هتخصم من المنبع. سعر الصرف عندي هنا في تاريخ السداد 5.85، 5.85 جنيه لكل دولار. طيب، هذا وتقفل الشركة المصرية حساباتها في 31/12. يبقى في 31/12 هنا هو بتعمل 31/12 حسابات ختامية، يعني السنة المالية بتاعتها. يعني لما نيجي نحسب إهلاك هنحسبه عن نص سنة، عن 6 شهور، من 1/7 إلى 31/12. طيب، وكان سعر الصرف في 31/12 5.8. يبقى أنا هو 5.8 سعر الايه؟ الصرف. المطلوب إجراء قيود اليومية اللازم. نعمل الأول العمليات الحسابية. يبقى احنا عندنا دلوقتي الشركة المصرية صناعة السيارات حصلت على عقد ترخيص باستخدام تكنولوجيا تصنيع سيارة صني اليابانية في 1/7، نظير دفع إيتاوة 60 مليون، مدة العقد 5 سنوات، الإيتاوة هتسدد على 3 أقساط سنوية متساوية، يعني كل قسط 20 مليون دولار. الضريبة المفروضة على الدخل هنا 30%، بالإضافة إلى برنامج تدريبي قام به خبراء يابانيين للخبراء المصريين في المعهد المصري لتكنولوجيا السيارات بلغت تكلفته 3 مليون دولار. الضريبة عليه اللي هو ضريبة المرتبات يعني كام؟ 10%. سعر الصرف هنا كان 5.85 جنيه. نيجي نقول القسط الأول، احنا عايزين القسط الأول يساوي 60 على 3 أقساط. يبقى قيمة القسط 20 مليون دولار. 20 مليون دولار في سعر الصرف 5.85، يبقى بيساوي 5.85 هيساوي 117 مليون جنيه مصري. طيب، قيمة البرنامج التدريبي يساوي 3 مليون دولار في 5.85 بتساوي، هيطلع عندي 17.55 مليون جنيه. يبقى إجمالي القسط الأول
القسط الأول والبرنامج الاثنين مع بعض 134.55 من 100. هنقول الضرائب، الضرائب هتساوي القسط بيتحسب عليه ضريبة 30% بينما البرنامج 10%. هتقول 117 في 30% زائد 17.55 في 10%، يبقى الضريبة على الاثنين مع بعض كده هتساوي 36.855. طيب اهو بص معايا، ضربنا قيمة القسط في 30% معدل الضريبة على الدخل، وضربنا قيمة البرنامج التدريبي في 10% ضريبة من المنبع، يبقى الاثنين هيسددوا بشيك لمصلحة الضرائب. قيمة الشيك بكام؟ 36.855. اطرحه من اللي فوق من القسط هوت والبرنامج يديلك المستحق لشركة للشركة اليابانية صن، هيطلع عندي 97,695,000 مليون جنيه مصري. طيب الإهلاك، نحسب الإهلاك بالمرة ونخلص، يساوي قيمة الإيه؟ العقد بالكامل كأي أصل ثابت. طبعا الأصل الثابت معروف إن قيمته اللي هتسجل في الدفاتر عبارة عن قيمته زائد أي مصروف رأس مالي ينفق على الأصل حتى يصبح صالح للتشغيل. فهنا الإتاوة 60 مليون زائد البرنامج 3، يبقى 3 وكام و60، يبقى هنا 60 زائد 3. هنا دلوقتي مدة العقد كام؟ 5. يبقى لو قسمنا دول على 5 سنوات يديله قيمة الإهلاك بالمليون دولار، خلاص بالمليون دولار. اضربهم في سعر الدولار عندك في 31/12 في كام؟ في 5.8، يبقى اديلك قيمة القسط السنوي، قيمة القسط السنوي بالايه؟ بالمليون جنيه. اضربها في المدة من تاريخ إبرام العقد 1/7 إلى نهاية السنة المالية 31/12، يعني في 6 شهور، 6 شهور على 5 سنوات، اوعى تقسم لي على 5 لأن اللي فوق بالشهور، يبقى 5 في 12 يعني 60 شهر، بيساوي نقول تاني اهو قيمة الإتاوة 60 زائد قيمة البرنامج 3، يبقى دي 63 مليون على مدة العقد 5 سنوات، يدي لك الإهلاك السنوي بالمليون دولار. اضربها في 5.8، يدي لك الإهلاك السنوي بالمليون جنيه. اضربها في مدة الإهلاك من 1/7 إلى 31/12 يعني 6 شهور، يعني 6 شهور على 5 في 12، أو تضرب في نص على 5، هي نفس الكلام، نص على 5 بقى فيها 10، وستة على 60 يبقى فيها 10%، هي يدي لك الإهلاك هيطلع عندي 36.54 مليون جنيه. طيب عايزين بقى نعمل القيود بتاعة القسط الأولان. هنيجي نقول بيقول لك يظهر حساب الإتاوة المدفوعة عن عقود الترخيص بالميزانية في 31/12 13. طيب ضمن أرصدة مدينة أخرى بمقدار الرصيد الذي لم يستهلك وقدره كذا، يعني قيمة الرصيد اللي باقي اللي هو لم يستهلك بعد، اللي هو هيبقى 134 اللي هو هيبقى كام؟ قيمة كلها بالكامل اللي هم 60 مليون و 63 مليون في 5.8 ناقص الإهلاك بتاعنا بتاع السنة الأولى، ده هيطلع 134.550، هيظهر ضمن مصروفات مدينة أخرى الإتاوة والبرنامج.
ناقص قسط الاهلاك هيطلع 98 مليون وعشر تلاف جنيه. وما طيب خلاص تعال نعمل قيود اليومية. هنقول من حساب الإتاوة المدفوعة عن عقود التراخيص إلى مذكورين حساب الدائنين شركة يابانية أو شركة صني، سميها زي ما تسميها، حساب مصلحة الضرائب بقيمة القسط الأولاني. مصلحة الضرائب 36 مليون 855، خلينا شغالين بالألف، 36 855، والدائنين المستحق لهم 97 695، وقيمة القسط الأولاني بما فيه البرنامج 134 550. آدي استحقاق القسط الأولاني. نيجي نعمل آدي الاستحقاق 1/7/2013، آدي استحقاق القسط الأول. طيب نيجي نسدد، يبقى من مذكورين خلاص دول كده أهم، إلى حساب البنك 134 550، أدي السداد للقسط الأولان. تعال نودي الإهلاك الأرباح وخسائر، يبقى نقول إنه من حساب أرباح وخسائر إلى حساب الإتاوة المدفوعة عن عقود التراخيص بكام الإهلاك؟ قلنا بستة وتلاتين خمسمية واربعين، ستة وتلاتين خمسمية واربعين. خلي بالك بقى اللي هيظهر في الميزانية أرصدة مدينة أخرى، المية أربعة وتلاتين خمسمية وخمسين ناقص الستة وتلاتين خمسمية واربعين، يعني تظهر في الميزانية كده هو أرصدة مدينة أخرى اللي هو الجزء الذي لم يستهلك، أرصدة مدينة أخرى هيظهر 134 550، طلع منهم 36 540، يبقى ده 10 وادي 0، 6 من 14 8 و3 من 12 9، يبقى هيظهر ان هو الإتاوة المدفوعة هتظهر 98 مليون و10 تلاف جنيه مصري ضمن أرصدة مدينة ايه اخرى. طيب افرض في المثال السابق ان الإتاوة سددت على دفعة واحدة عند ابرام العقد، لو كان المبلغ كله اندفع اللي هو 60 مليون دفعة واحدة، هتقول سهلة اللي هيحصل فيه تغيير ايه عندي؟ هتيجي قايل كده هو قيمة عقود التراخيص، قيمة عقود التراخيص 60 مليون اندفعت دفعة واحدة مش على اقساط، 60 مليون في 5 5 وكام و80 زائد 3 في 5 5 و80، ممكن تقول 63 مليون في 5 5 وكام و80. طيب بعد كده ادي 60 و3 هيطلع عندي، افرض ان انا دفعت دفعة واحدة، خلينا نحل بالارقام احسن، هنقول هو دفعة واحدة بدل من تساد على الاقساط، هقول هنا قيمة الإتاوة هتساوي 60 في 5 5 و80، هتساوي 351 مليون جنيه مصري. البرنامج يساوي 3 في 5 5 و80 بيساوي، ده هيطلع 17.55% أو 550,000 مليون جنيه. ممكن تجمع الاثنين دول وتقول الإتاوة والبرنامج على طول كده اهو، ادي 63 في 5 5 و80، هيطلع لك الرقم ده، هيطلع كام؟ 368 و550,000. طيب ادي دي، نيجي نقول الضرائب
هتساوي الضرائب هتساوي حاجتين على الإتاوة. لازم تحسب دي الوحدة ودي الوحدة لأن معدل الضريبة مختلف 30 و10. الإتاوة بيساوي 351 في 30%. البرنامج بيساوي 17550 في 10%. الضريبة هتطلع مع بعضها 107 55 107 0 507 مليون 0 500 0 55 55. المستحق للشركة اليابانية بيساوي 368 ناقص 100 وكام 107 هتساوي اطلع عندي 261 465 495. 261 مليون و495. طيب قسط الاهلاك مش هيتغير، قسط الاهلاك مش هيحصل فيه تغيير. 63 مليون في 5.8 في نص سنة على 5 سنوات بيساوي 36 مليون و540. ما يختلفش، ماليش لانه ماليش علاقة بسداد قيمة الايه الاتاوة على دفعات او على متجمد مبلغ واحد دوري. تعال نعمل القيود، هنيجي نقول من حساب عقود التراخيص الدولية إلى مذكورين حساب الدائنين شركة يابانية وحساب مصلحة إيه الضرائب. الشركة اليابانية 261 و495 بالألف، وهنا 107 055، ومجموعهم 368 550. ادي الاستحقاق، قيد الاستحقاق في 1/7. نيجي نقول ادي الاستحقاق، نيجي نقول السداد. الطرف الايه الدائن هنا اهو من مذكورين كذا وكذا الى حساب البنك 368 550. نيجي نعمل حساب الاهلاك من حساب ارباح وخسائر الى حساب مجمع اهلاك عقود تراخيص، طلعناه 36 540. 36 540 ديت في 31/12 سنة 13/2013. طب الميزانية هتظهر ازاي؟ هتظهر بالرقم ده ناقص مجمع الايه الاهلاك، ودي الحسابات اللي ما اتقفلتش. طيب بقول لي في مثال 4، مثال 4 في 1/8/2013 حصلت شركة الصحوة الإسلامية على عقد ترخيص من إحدى الشركات اليابانية باستخدام تكنولوجيا تصنيع المنتج الجديد ثورة مصر 2 لمدة 5 سنوات. يبقى أنا هو آدي 1/8/2013 لمدة 5 سنوات، يعني مدة العقد 5 سنوات، نظير مبلغ 24 مليون تسدد على 3 أقساط فورية نصف سنوية. يبقى الإتاوة 24 مليون دولار 3 أقساط نصف سنوية كل 6 شهور يعني السد. هيتم سداد القسط الأول في تاريخه بعد خصم ضريبة الدخل 30%. الضريبة 30% والسد القسط الأولاني في التاريخ من المنبع. تم توريدها بشيك لمصلحة الضرائب، سعر الصرف الفوري في تاريخ سداد القسط الأول 5.7، سعر الصرف 5.7
جنيه لكل دولار، بينما بلغ السعر في 31/12، خلينا هنا هوت ادي 31/12 اخر السنة يعني كام؟ 5.95، 5.95. وفي تاريخ سداد القسط الثاني، طبعا ادي كام شهر؟ ادي 8 8 و9 و10 و11 و12، يبقى في 1/2 سداد القسط الثاني. وفي تاريخ سداد القسط الثاني 5.8، يبقى هنا 5.8. فإذا علمت أن شركة الصحوة الإسلامية تقفل حساباتها في 31/12 من كل عام، المطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات ما سبق حتى 30/6/2014 لغاية 30/6/2014، يعني سداد القسط الايه الاولاني، المدة كلها 5 سنوات. طيب هنيجي نقول نعمل العمليات الحسابية الاول. القسط الاول، نقول القسط الاول بيساوي 24 على 3 اقساط في سعر الصرف 5.7، 24 على 3 اقساط في 5.7، 24 على 3 يدي لك القسط بالمليون دولار، 8 في 5.7 من ايه من 10 يدي لك قيمة القسط بالجنيه المصري، بالمليون جنيه المصري، 45.06%. طيب 45 مليون و6 من 10. الضريبة 45.6 في معدل الضريبة 30%، الضريبة هتطلع 13.68%. اطرح يدي لك المستحق للشركة اليابانية، هيطلع عندي 31.92%. طيب الاهلاك في 31/12 13، الاهلاك في 31/12 سنة 13 اللي هو اقفال السنة. طيب هنيجي نقول الاهلاك بيساوي ايه، هيتستهلك على مدة العقد اللي هو كام سنة؟ 5 سنوات بالكامل. طيب والفترة من 1/8 الى 31/12 دول قلنا 5 شهور، يبقى هنا المدة من 1/8 الى 31/12 سنة 13 5 شهور، مدة العقد كام؟ 5 سنوات. يبقى نهون نقول هنوت الاهلاك بيساوي، الاهلاك بيساوي قيمة العقد اللي هو 24 مليون في سعر الصرف في 31/12 5.95، هذه قيمته بالكامل، في مدة العقد 5 شهور على 5 سنوات، يعني 5 في 12، ادي مدة الايه ده، يبقى بيساوي 24 في 5.95، يبقى حولنا من دولار الى جنيه مصري، ضربناها في مدة الاهلاك 5 شهور على 5 في 12، اوعى تقسمها على 5 بس لان اللي فوق بالشهور، او تقول 5 شهور على 5 في 12، ماشي، يساوي الاهلاك 11.9 مليون. طيب القسط الثاني، القسط الايه الثاني اللي هيستحق في 1/2، هنيجي نقول القسط الثاني 8 مليون دولار، ادي قيمة القسط، في 5.8 اللي هو سعر الصرف في تاريخ استحقاق او سداد القسط الثاني، يبقى بيساوي هيطلع عندي 46.4. نيجي نعمل بقى قيود الايه اليومين، هنيجي نقول من حساب عقود الإتاوة المدفوعة، الإتاوة المدفوعة عن عقود التراخيص الى مذكورين، الشركة اليابانية، الشركة اليابانية اهيت، ومصلحة الضرائب اهي، هنيجي نقول من مذكورين
آسف من حساب الإتاوة المدفوعة عن عقود التراخيص إلى مذكورين حساب الدائنين يابانية، شركة اليابانية، حساب مصلحة الضرائب. أن عندي مصلحة ضرائب 13 مليون، خلينا شغالين بالألف، 680، والدائنين 31 مليون 920، وقيمة القسط الأول 45 و600. أهم أدي استحقاق القسط الإيه الأول. طيب السداد هتيجي عامل دول كده وقول إلى حساب البنك 45 و600، خلاص أدي السداد بتاع القسط. بعد كده الأرباح والخسائر في 31/12 سنة 13 قسط الإهلاك من حساب أرباح وخسائر إلى حساب الإتاوة المدفوعة عن عقود بقيمة الإهلاك وليس بقيمة القسط 11 مليون و900، 11 مليون وكام و900، ده هو بقيمة قسط الإهلاك وليس بقيمة القسط المسدد، القسط الأولاني. نيجي القسط الايه الثاني، هنثبت استحقاقه في 1-2. نقول من حساب الإتاوة، الإتاوة زي ده بالظبط بس بقيمة القسط. طيب من حساب الإتاوة المدفوعة عن عقود ترخيص إلى مذكورين، إلى مذكورين حساب الدائنين يابانية، ودي احنا قلنا قيمة القسط الثاني هتطلع 46.4، 30% ضريبة و70% يابانية، شركة ايه يابانية. قيمة القسط عندك 46 مليون و400، إلى مذكورين الدائنين شركة اليابانية وحساب مصلحة الضرائب. مصلحة الضرائب لما تضرب 46.4 في 30 على 100 هتطلع 13.920، 13.920، والباقي اللي هو 46 ناقص 13 يبقى 32.480، وهكذا قيد الايه السداد. هتيجي تقول من مذكورين الى حساب الايه البنك، وده يعتبر لنهاية 30/6/2014. ده هيبقى في 1/2/14، وهتعمل قيد الايه السداد. كده انتهينا من عقود التراخيص الدولية، وهنبتدي في الوحدة السادسة اللي هي المحاسبة عن عقود الصرف الآجلة بغرض التغطية. عايزين نفهم ايه هو عقد الصرف الآجل وأنواعه، تسويات الناتجة عن عقود الصرف الآجلة بهدف التغطية، المعالجة المحاسبية في حالة تسوية العملية وتنفيذ عقد الصرف الآجل قبل انتهاء السنة المالية وبعد انتهاء السنة الايه المالية، ثم أمثلة. طيب عقد الصرف الآجل هو اتفاق تعاقدي بشراء أو بيع عملة أجنبية على أن يتم استلام أو تسليم العملة في تاريخ لاحق محدد بسعر محدد مقدما، يسمى سعر الصرف الآجل أو المؤجل. طيب خلي بالك بقى معايا، سعر الصرف عبارة عن اتفاق تعاقدي، يعني بنكتب عقد بشراء او بيع عملة اجنبية، ان احنا هنشتري عملة او نبيع عملة اجنبية على ان يتم استلام العملة المشتراه
او تسليم العمله المباعه في تاريخ لاحق، يبقى انا عندي تاريخ ابرام العقد وحيتم التسليم او السداد في تاريخ تسويه العقد او تنفيذ العقد. تنفيذ العقد، هنا اتفقنا على ان احنا هنشتري عمله او نبيع عمله ويتم التسليم في تاريخ لاحق بسعر محدد في تاريخ ابرام العقد. هذا السعر اسمه سعر الصرف الآجل او المؤجل سيان. طيب تلاحظ ان في تاريخ ابرام العقد في سعر صرف جاري او فوري او حاضر، وسعر صرف آجل اللي احنا متفقين عليه ان احنا ايه نتعامل بيه في تاريخ التسوية. طيب يبقى هنا عندي سعر الصرف الآجل محدد هنا، وهنا استلام او تسليم الايه العملة، استلام او تسليم الايه العملة الاجنبية. طيب يتحدد نوع عقد الصرف تبعا للهدف من ابرامه الى نوعين، عقد صرف بغرض التغطية وعقد صرف بغرض المضاربة. بغرض التغطية بتسبقه عملية استيراد او تصدير، وببرم عقد الصرف عشان اتجنب ارتفاع سعر الصرف في حالة شراء العملة او انخفاض سعر الصرف في حالة بيع العملة. يبقى هنا العقد كان بنبرمه لتغطية التزامات ناتجة عن عمليات اجنبية معينة، عقود صرف آجلة للتغطية بنسميها عقود صرف آجلة لإيه؟ للتغطية. طيب لتغطية يعني تغطية التزام هنا لمقابلة التغير في سعر الصرف، سواء كان حبيع عملة أو حشتري إيه عملة. عقد الصرف النوع الثاني عقود صرف آجلة بغرض المضاربة. الشركة متوقعة عندها سيول نقدية ومتوقع ان سعر عملة ما حيزيد، تقوم تشتريه دلوقتي بسعر منخفض على امل انها تبيعه بسعر ايه مرتفع وتحقق ارباح، ماشي، او العكس سعر صرف عملة مرتفع دلوقتي ومتوقع ان هو ينخفض وهتشتري عملة. هنا حالة الشراء، هتشتري عملة، ما تشتروش بالسعر الايه المرتفع، هتبرم عقد مع البنك على انه هو يسلم لها العملة في تاريخ محدد بسعر متفق عليه دلوقتي اسمه سعر الصرف الآجل بغرض ان هي تضارب على عملة اجنبية ما. يبقى ده لتحقيق ارباح نتيجة تقلبات سعر العملة محل المضاربة اللي هو عقود المضاربة. التسويات الناتجة عن عقود الصرف الآجلة، طبعا عقود الصرف قسمناها قبل كده الى عقود صرف حاضرة وعقود صرف آجلة. عقود الصرف الحاضرة سلم واستلم زي استبدال عملة في البنك او مكتب صرافة الى اخره، يعني ادي لك الدولار تديني مصري الى اخره، يبقى ده اسمه عقد صرف بس ايه حاضر، عقود الصرف الحاضرة. عقود الصرف الآجلة بيبقى فيه فرق بين فرق زمني بين تاريخ ابرام العقد وتاريخ تنفيذ الايه العقد اللي هي مدة العقد نفسه. هنا بيظهر نتيجة عقود الصرف الآجلة بغرض التغطية حاجتين من التسويات، تسويتين. انا عندي ادي تاريخ ابرام العقد، قد يكون تاريخ استيراد او تصدير بضاعة او تاريخ الاتفاق مع البنك، وعندي تاريخ تسوية العملية الأصلية اللي هو الاستيراد أو التصدير، وهو عادة تاريخ استلام أو تسليم العملة أو آخر ميزانية. الاستيراد هنعمل له عقد صرف آجل لشراء عملة عشان أسدد، أنا هستورد بالدولار يبقى أنا عايز دولار في تاريخ السداد عشان أسدد، يبقى هنعمل عقد صرف لشراء عملة أجنبية. التصدير هنعمل عقد صرف لبيع عملة أجنبية، هنصدر يبقى هيجيلي دولار يبقى أنا عايز أتصرف فيه،
بسعر يتجنب المخاطر، خاطر انخفاض السعر هنعمل عقد صرف لبيع عملة. في تاريخ إبرام العقد معروف سعرين، سعر الصرف الحاضر أو الفوري وسعر الصرف الايه الآجل. الفرق بين الاثنين بيمثل علاوة أو خصم عقود صرف آجلة. وفي تاريخ تسوية العملية في عندي سعر الصرف الجاري. الفرق بين سعر الصرف الفوري وسعر الصرف الجاري، سعر الصرف الآجل وسعر الصرف الجاري، هيبقى أرباح وخسائر التغير في سعر الايه الصرف. يبقى احنا عندنا دلوقتي سعرين في تاريخ إبرام العقد، والفرق بينهم هو علاوة أو خصم، والعلاوة أو الخصم تتحسب أو تكون من وجهة نظر اللي هيسلم العملة، مسلم العملة. طيب، وعندي في تاريخ التسوية سعر الصرف الجاري. الفرق بين سعر الصرف الجاري وسعر الصرف الآجل هو ده نتيجة التغيرات في سعر الايه الصرف. الفرق بين ألف وباء، معلش، ألف وباء مش جيم، ألف وباء، يمثل خصم أو علاوة عقود الصرف الآجلة من وجهة نظر مسلم العملة. عند الشراء أو الاستيراد هنقول العلاوة تبقى خصم، العلاوة خصم. لما اشتري العملة، يعني استورد واشتري العملة عشان اسدد، يبقى العلاوة هنا تعتبر خصم للشركة، يعني خسارة، يعني خسارة للشركة. طيب، وتعتبر طبعا من وجهة نظر بنك ربح. الخصم هيبقى ربح للشركة دائن، هيبقى يظهر في الطرف الايه الدائن. عند البيع او التصدير العلاوة ربح، العلاوة ربح دائن، والخصم خسارة مدين. الخصم خسارة ايه مدين، هيظهر في الطرف الايه المدين. العلاوة بتساوي ايه؟ قيمة عقد الصرف الآجل بالعملة الأجنبية، قيمة عقد الصرف بالعملة الأجنبية في سعر الصرف الآجل اللي هو باء ناقص سعر الصرف الايه الحاضر اللي هو ألف. الخصم بيساوي قيمة عقد الصرف بالعملة الأجنبية في سعر الصرف الحاضر ألف ناقص سعر الصرف الآجل باء. المهم دلوقتي لما يزيد السعر يبقى الفرق علاوة، لما ينخفض السعر عن سعر الصرف الحاضر، يعني السعر الايه الآجل هو الأقل، يبقى هو ده خصم عقود الصرف الآجلة. الفرق بين ألف وجيم يمثل أرباح وخسائر التغير في الصرف. هو ألف وجيم، ألف وإيه وجيم، وليس ألف وباء. يمثل أرباح وخسائر، اللي هو أرباح وخسائر التغير في سعر الصرف. أرباح وخسائر التغير في سعر الصرف يساوي قيمة العقد بالعملة الأجنبية في سعر الصرف الفوري في تاريخ إبرام العقد ناقص سعر الصرف الجاري في تاريخ تنفيذ العقد أو الميزانية اللي هو جيم. طيب، يبقى شوف هنا الفرق بين ألف وجيم، ألف وإيه وجيم اللي مكتوبة في داخل المربع. يشترط في عقد الصرف الآجل شرطين. أول حاجة إن تتبعه عملية استيراد أو تصدير، حدوث عملية أجنبية، استيراد أو تصدير بعملة أجنبية هي نفسها عملة العقد. وقد يكون العقد في كثير من الأحيان بنفس قيمة الايه العملة الأجنبية أو قيمة أقل. يعني لو جات الشركة سددت نسبة معينة 20%، يبقى هنعمل العقد بنسبة 80%. يبقى هنا دلوقتي ان يسبق العقد عملية أجنبية ويكون بنفس العملة بتاعت الايه العملية، وقد يكون بنفس قيمة العملية أو بقيمة أقل. الشرط الثاني ان تاريخ تنفيذ عقد الصرف الآجل هو نفس تاريخ تسوية العملية أو الايه أو الصفقة. المعالجة المحاسبية في حالة تسوية العملية وتنفيذ عقد الصرف الآجل قبل انتهاء السنة المالية وثم بعد انتهاء السنة الايه المالية. الحالتين دول عندنا بالنسبة لعقد الصرف الآجل، عقد الصرف الآجل عندنا حالتين، يا إما إبرام
العقد وتنفيذه قبل نهاية السنة المالية، يعني الفترة المالية قبل. حالة تانية، إبرام العقد وتنفيذه بعد نهاية السنة المالية. يبقى هنا ادي السنة المالية اهي، ابرمنا العقد في مثلا 5/1 وتاريخ السداد وليكن مثلا 12/1 الى 12 مثلا 7 الى اخره، يبقى التاريخ والسنة المالية في 31/12. يبقى هنا ابرام العقد وتنفيذه قبل نهاية السنة المالية، يعني بيستغرق سنة واحدة، يعني داخل سنة واحدة. انما هنا ابرام العقد وتنفيذه بعد نهاية السنة المالية اهو، جينا في 5/1/13 وابرمنا عقد. السداد بتاعه هيبقى مثلا في ليكن مثلا في 28/2 سنة 14. السنة المالية بتنتهي للشركة في 31/12/13 اهي. تلاحظ هنا تم إبرام العقد في سنة 13 وحيتم تنفيذه في سنة 14، يبقى هنا استغرق العقد أكتر من إيه؟ من سنة مالية. يبقى في الحالة دي أو وقع خلال سنتين، مش شرط أكتر من سنة، يعني ممكن نبرمه في شهر 12 سنة 13 ويستحق في 28، المهم وقع بين فترتين، عشان هنا مش هيبقى فيه تسوية في 31/12، بينما هنا هيتم فيه تسوية في 31/12 سنة 13. طيب ادي ناخد الحالة الاولانية، وحناخد عملية الشراء وعملية البيع عكسها اهي. لو حبينا نعمل كده هو نقول ادي الشراء يعني الاستيراد، وهنا البيع يعني التصدير، يعني ده عقد صرف آجل لشراء عملة، عقد صرف آجل لشراء عملة أجنبية، وهنا عقد صرف آجل لماله بقى؟ لبيع عملة أجنبية. هي بنعمل هنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إثبات العملية، إثبات العملية وإبرام العقد أهو. لما نشتري هنا هنيجي نقول إيه؟ طبعا الترجمة معروفة، من حساب المشتريات إلى حساب الدائنين بعد ما ترجمناه بسعر الصرف في تاريخ الشراء. وهنا البيع من حساب المدينين الى حساب المبيعات، طبعا احنا بنتبع الطريقة التانية على طول هنا. طيب الكلام ده لو كانت القيمة كلها بالآجل، طب لو كان سددنا جزء هنا او حصلنا على جزء، هنيجي تقول من حساب المشتريات الى مذكورين البنك بالقيمة المسددة وحساب الدائنين، يعني هنا هو، او ممكن في حالة السداد الجزئي سددنا جزء، يبقى من حساب المشتريات إلى مذكورين حساب البنك بالمبلغ المسدد وحساب الدائنين الشركة الأجنبية بالمبلغ المستحق. لما نيجي نعمل عقد الصرف هنعمله بالقيمة الآجلة، بالقيمة الايه؟ الاجل. هنا افرض ان انا حصلت جزء، حصلت 10%، هقول من مذكورين حساب المدينين بالقيمة الاجلة المستحقة وحساب البنك بالمبلغ المحصل الى حساب المبيعات كذا. طبعا هنا القدة او القدة ممكن نعمله على قدين، نقول من حساب المشتريات الى حساب الدائنين ثم
من حساب الدائنين إلى حساب البنك، والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة. يعني لو قلت من حساب المشتريات 100 إلى حساب الدائنين 100، أهو القيد الثاني هتيجي تقول من حساب الدائنين المسدد 20 إلى حساب الإيه؟ البنك، أهو يبقى ممكن نقول ده هيبقى 20، يبقى ده في الحالة دي يبقى كام؟ 8، وهكذا. طيب نفس الوضع بالنسبة لعملية البيع، ادي عملية اثبات عملية الشراء او الايه او البيع. طيب هنيجي بنقول بقى ابرام الايه العقد، ابرام العقد. لو لاحظت في صفحة 90 انا عامل لك الايه الطريقة الاولى، الحالة الاولى، وبعدين الحالة الايه التانية عشان تشوف الاختلاف. في ابرام العقد عندك دول الاثنين طبعا بيسجلوا بسعر الصرف الحاضر او الايه او الفوري. ابرام العقد هنا، هنا هنبرم عقد لشراء عملة، هنقول من مذكورين حساب مدينين عملات اجنبية حساب علاوة خصم عقود صرف الى حساب التزامات نظير عملة مشترى. اهو الكلام ده، ده هيبقى بالسعر الآجل وده بالسعر الفوري، والفرق بين الاثنين هو العلاوة. يبقى لو كان الآجل اكبر يبقى الطرف المدين فيه علاوة، لو كان الآجل اقل يبقى الطرف الدائن هيبقى فيه خصم عقود الصرف، علاوة عقود صرف آجلة. طيب هنا في المبيعات نفس القيد هو نفس الكلام، من مذكوري حساب مدين، بس مع اختلاف، مدينين عملات أجنبية حساب خصم عقود صرف الى حساب التزامات نظير عملة مباعة، نظير عملة مباعة. خلي بال حساب المدينين هنا هيبقى بالسعر الآجل، وهنا بالسعر الايه، الالتزامات بالسعر الايه بقى، الفوري. لو كان الآجل اقل يبقى الفرق خصم، لو كان الآجل اكتر يبقى الفرق علاوة. هنا الخصم يعتبر خسارة للشركة، العلاوة تعتبر ربح للشركة. هنا العلاوة خسارة للشركة، والخصم إذا ظهر في الطرف الدائن يبقى ربح للشركة. طيب الفرق بين سعر الصرف الآجل أو الفوري يبقى هو ربح، هنا علاوة يبقى خسارة، وهنا يبقى في اليمة الثانية برضه علاوة ربح للايه للشركة. طيب ثبتنا، قلنا بقى الحالة التانية ما فيش اي مشكلة عندنا وعرضناها. المرحلة التانية بقى المرحلة الثانية، وهي في تاريخ التسوية، تسوية العقد وتنفيذ تسوية العملية، تسوية العملية وتنفيذ عقد الصرف. لما تشتري خلي بالك هما ثلاث حاجات ورا بعض تحفظهم. اول حاجة استلام العملة من البنك، هنستلم العملة من ايه؟ من البنك. تيجي تقول من مذكورين حساب العملة الأجنبية حساب أرباح وخسائر التغير في سعر الايه الصرف إلى حساب مدينين، إلى حساب مدينين عملات أجنبية. كلام ده لما يكون في خسارة، الخسارة قلنا يا إما نقص أصل
يا زيادة ايه خصم، ديت خسارة. الربح هيبقى يا زيادة اصل يا نقص ايه خصم او مخصص الى اخره. يعني ممكن القيد ده يكون بالشكل الاتي: من حساب العملة الاجنبية، لو سعر العملة اعلى من سعر الاجل يبقى من حساب العملة الى مذكورين مدينين عملات، يبقى نقول له او من حساب العملة الاجنبية الى مذكورين. حساب مدينين عملات اجنبية وحساب ارباح وخسائر التغير في سعر الايه الصرف. يبقى هنا اسهل حاجة تثبت العملة في الطرف المدين وتثبت مدينين بقيمتهم في الطرف الايه ده، والفرق بينهم يبقى هو ارباح وخسائر التغير في سعر الايه الصرف، عشان ما تبقاش صعب. طيب ده هنا استلمنا العملة، وبعدين بعد ما استلمنا العملة هنسددها استلام العملة من البنك، احنا شاريين، يبقى هنسددها للدائنين. هنيجي نقول ايه؟ من حساب الدائنين سداد العملة. هنا قلنا استلام العملة من البنك. نمرة 2 السداد للشركة الأجنبية، السداد للشركة الأجنبية، يعني هنسدد حساب الدائنين. هنقول من حساب الدائنين الى مذكورين، حساب العملة الاجنبية وحساب ارباح وخسائر التغير في سعر الايه الصرف. يعني معناها ان الطرف الدائن في القيد، الطرف المدين في القيد اللي فات هيبقى هو الطرف الايه الدائن. طيب او العكس، من مذكورين حساب الدائنين حساب ارباح وخسائر التغير الى حساب الايه العملة سيان. طيب ادي السداد للشركة، وبعدين سداد قيمة العملة للبنك خصما من حساب نجاري، يبقى هنا البنك هينقص، يبقى من حساب التزامات نظير عملة مشترى، طبعا ده بالسعر الصرف الاجل اللي احنا متفقين عليه من البداية، الى حساب الايه متفقين معاه مع البنك، مش معايا يعني، مع البنك، الى حساب الايه البنك. طبعا المبيعات عكس الايه المشتريات، عكس المشتريات تماما، مفيش اي جديد. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، والى اللقاء في مرة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.